الربيع، شوية الهريسة الناس اللي كتبغي الحار، معلقة صغيرة تقريبا، والعصير ديال نص حامضة. كنعرفوا أن الحامض كيمشي مزيان مع الحوت. أنا شخصيا أي طبق فيه الحوت ضروري ما كندير فيه الحامض. غادي نعصر تقريبا نص حامضة، نحرك باش المذاقات كاملين كيتخلطوا، وغنزيد لاطوش ماروكان اللي هي الحامض مسير. غندير نص حامضة مسيرة، غير القشرة ديالها نحيد ليها الدخلاني، وغنقطعها رقيقة مربعات صغيرة رقيقة بزاف. وديما عينيا أعلى المقلة، غنزيد الحامض مسير، غنحرك التحريكة الأخرى. الحوت ديالي ها هو طاب، غنطفي عليه البوطة وغندوز نحضر الكنافة. غنكملو تحضير الكنافة، الحشوة ديالي هي واجدة. دابا غادي ندوز للشعرية ديال الكنافة. غناخد واحد لو بول، غناخد مقص، وغناخد كسرونة فين ندوب الزبدة اللي غنحتاج في الكنافة. الكنافة كتبغي الزبدة باش ما تجيناش ناشفة وتجينا كروسيونت، ضروري من الزبدة دايبة تكون كثيرة. غنشعل عليها البوطة وغنمشي نقطع الكنافة اللي عندي. الكنافة نورمالمون كتباع هكذا طويلة، ضروري مقص تكون ماضي وقطعوها انا قطعت الكنافة القياس اللي غادي يقدمني. الزبدة ديالي ها هي ذابت، غنطفي عليها وغادي نخوي على الكنافة كاملة، وغادي نخلط. ضروري نخلطو بيدينا باش كاع الشعيرات ديال الكنافة توصلهم الزبدة ويجيونا مزيانين من مور ما طيب. الزبدة هي اللي كتخلي الكنافة تجي كروسيونت وتجي محمرة في الفران، هي اللي كتعطيها داك اللون الذهبي اللي كيجي زوين في المنظر. ضروري تدخل فيها الزبدة شعرة بشعرة. الكنافة ديالي هي دهنتها مزيان. غناخد دابا امول اللي غندخلو من بعد الفران. انا غندير هذا غير صغير على قياسي، نتوما بامكانكم ديروا مول كبير. اول حاجة غادي ندهن المول ديالي بواحد شوية الزبدة كمسا ما تلصقش ليا الكنافة. هي ما غتلصقش لان فيها اصلا الزبدة بزاف، غير باش نيفيتيو داك لو ريسك ندهنو واحد شوية المول لتحت. ناخذ الشعيرات ديال الكنافه وما نحطهمش في خطره واحده، ضروري نفصل الشعيرات على بعضياتهم بحال هكذا. تنعمر المول كامل من التحت. الكنافه موجوده عندنا في المغرب، كتباع في لي غراند سورفاس، في لي مارشي سنترال، الاسواق المركزيه اللي كيكونوا في كل مدينه. وطبيعه الحال كاينين شي عيالات اللي كيصايبوها سور كوموند في ديورهم، دونك سوفي تسولو باش تعرفوا منين غتاخذوها، راها كاينه. غادي نضرب غير واحد شويه، ماشي نقرص ونهبطها نعجنها، نضربي واحد شويه باش تقاد. غنجيب الحشوه ديالي اللي وجدت من قبل واللي بردات، ما نعمرهاش على الكنافه وهي سخونه باش ما تعجنش ليا. غناخذ الحوت حاولوا تجربوها. عمرت الحشوه ديالي، وطبعا ما كاينش كنافه بلا فرماج اللي كيخلي العناصر كتجمع بيناتها. غنستعمل جوج الانواع، فرماج غوج غابي والموتزاريلا حتى هي غابي.